بتشوف ازاي كابتن انه بالرغم من الضغط اللي احنا بنتكلم عنه ده بقى لنا فتره يعني، ولسه اللي جاي اكتر الضغط مباريات كبيره قوي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ولكن برضو في البعض بينتقد لو النادي الاهلي تعادل في مره بينتقد موسيماني، بتشوف ازاي الانتقاد ده هل في محله؟ هل هو تقييم موضوعي اصلا في الفتره الصعبه دي ان انت كل يومين او كل 3 ايام مباراه؟ دي هنا بترجع برضو لان انت رفعت سقف طموح الناس. سقف طموح الناس ان النادي الاهلي هو مرفوع خلقه يا كابتن احمد. سقف طموح، انا سقف طموح جماهير النادي الاهلي ان هو حتى مش متقبل النادي الاهلي يتعادل. صحيح. فانت كلعيبه وانت كجهاز فني لما بتقعد تسمع كده، يعني انت محطوط تحت مسؤوليه، انت محطوط تحت مسؤوليه كبيره، وانت فريق محقق البطل، فريق بتكسب على طول، فانت رفعت سقف طموح الجماهير، فطبيعي ان النادي الاهلي يتعادل، ولكن بيتعادل باسباب. ايه اللي بيضايق اللاعب من الجمهور يا كابتن احمد؟ عدم التقدير الموقف، يعني عدم تقدير الموقف ان في ضغط مباريات، ان ممكن انا بالنسبه لي لو انت عندك كمدير فني حوالي 5 أو 6 لعيبه او حتى لو 2 3 لعيبه مؤثرين مع الفرقه مش في حالتهم، فده ممكن كيرف العالي بتاعك انت وكيرف الاداء على العموم بينزل شويه. لكن مع الوقت ممكن الاهلي يتعادل او في خساره مباراه، تلاقي المباراه اللي بعدها زي ما الاهلي بيخسر من سموحه، تلاقي المباراه اللي بعدها بيكسب 3، بيكسب ام بي 3. فهنا لا، النادي الاهلي عنده الميزه واللعيبه بالجهاز الفني ان هو عنده لا صفحه وقفلت، دي اللي كان بيتكلم فيها كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هي صفحه وقفلت وبيفكر في الاستيب اللي بعدها او الخطوه اللي بعدها. عشان كده النادي الاهلي بياخد كل مباراه بمباراتها، فدي حاجه مهمه ان انت كلاعيبه، انا بقول لحضرتك اللعيبه عندها ميزه انها بتعرف تفصل كويس.